Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Inch'Allah tkounou bkhir wa ala khir. Rani ta'attart, liyamet hadouma ma kontchouni. Alors, rani jit comme liyouma bach n'amlou légumes farci. Tabou maïa el bnet. Bach n'abdaou bismillah wa ala barakatullah. Adna tmatam, purée de tomates. Ok. واللي ما عندوش يهز طماطم اونتي ويرحيها. والخضره كيما تحبوا انتوما، لانواع الخضره الكل تجي بنينه وباهيه. انا هوني الخضره اللي عندي باش نستعمل كورجيت، فوالا بوافرون باش نعمل الروج والفير، والبصل باش نعمل هذايا بصل احمر، وبرجين وبطاطا. عندنا الثوم والمعدنوس والبصل نتاعنا مقصوص هكا صغير، واللحم مفروم فيون داشي. يلا تبعوا معايا البنات كيفاش باش نوري لكم كيفاش باش تعملوا. باش تشدوا الخضره الكل نتاعكم باش نحيوا لها الوسط نتاعها وتفرغوها بيان كوم الفو. فوالا كومسا نجيو هوني نحط اللحم والبصل دو كوتي، نشد الطماطم نتاعي باش نحط طماطم. انا اخترت نعمل النوع نتاع الطماطم هذوما، خديت زوز انواع مش طماط كونسونتري، طماط بولي معناها بوري دو طماط. فوالا باش نحط هوني شويه بصل، شويه ثوم، دو لاي اشي، تحبوا تحطوا الفلفل الاكحل، تحبوا ما تحطوش خاطر باش نعمل ديجا لي زيبيس. انا نحب الفلفل الاكحل في الطياب. الوغ عندنا فلفل الاكحل، بواف نوار، باش نحط دو لا كوريانت، القزبر، ملحي، الملح، وشويه بابريكا ولا فلفل الاحمر الحار، كل واحد شنو يحب البنات. هون باش نزيد شويه قزبر، ما يكفينيش خاطر هي تحب القزبر. غسات سهله وبنينه. هذا كيما شفتوا يا البنات هاكا، هذايا كل شيء حاضر، حطينا لي زيبيس نتاعنا، ساهل برشا. نحطو دو كوتي، نجي لهوني نحطو الفيون داشي نتاعنا. ماذا بيكم الفيون داشي تشريو فيها شويه شحم باش تعطي الجو اكثر وخير. فوالا عندنا البصل كيما قلت لكم مقصوص صغير، باش نحطو له المعدنوس، دو بيرسيل، نكملو نحطو الثوم نتاعنا اللي قعد حطيته دو كوتي. هي تحب زايد زاده ثوم وبصل، اما انا ما حطيتش برشا ثوم خاطر ما ناكلش برشا ثوم في الفارسي. فوالا كيما قاعدين تشوفوا يا البنات، هويكا باش نخلط اللحم نتاعي. هي احسن تخلطوا بيديكم ولا تحبوا تحطوا ديغون. باش نحط لي ميم ايبيس، لا ميم شوز كيما حطيت قبيله، قلت لكم بابريكا ولا فلفل احمر بودر، تحطوا الكوريوند، القزبر، الملح،
الفلفل الاكحل مش اوبليجي، اما نحب الفلفل الاكحل في الماكله. وسورتو ما ننساوش الكركم يا البنات، كركما فوالا هكاها غسيت سهله وبنينه وما تشدلكمش الوقت. حضروا كل شيء فرد مره باش يجيكم كل شيء ساهل. كما قلت لكم يا البنات الخضره نتاعي كما قاعدين تشوفوا هاكا مقصوصه الكل مغسوله امورها واضحه، نظفتها ومن بعد جليك خوزي في الوسط فوالا. تنجموا تحطوا اي خضره عندكم، مش اوبليجي خضره الكل تنجموا تحطوها اللي عندكم. شوفوا يا البنات جا فيها ريحه بنينه، نبداو يطلعوا هكا الريحه نتاع لي زيبيس الكل. فوالا تأويكة يا البنات. باش نلمها باش نلمها بلي زو، باش نبدا نحط لي زو حتى تكملي. نبدا بكعبتي نعظم ونشوف اذا كانت لمت لي. بون باش نعمل بيدي خاطر نحب نخدم بيدي خير. نجمو تحطو غون كيما قلت لكم دي غون باش يديكم ما توليش كلها معبيه بالكركم هكاها. نحط شويه زيت زيتونه مش برشا، واللي ما عندوش زيت زيتونه يحط الزيت العاديه نورمال زيت نباتي. تويكا باش نبدا نعبي فيهم، يلزمكم ترصوهم بالكدا فوالا هكا. فوالا ميزامي تبعوا معايا كيفاش هاكا بعد ما عمرتهم الكل كيما قاعدين تشوفوا. ما تنحولهمش الشابو نتاعهم هذايا الفوقاني ما تنحوهش باش يجي مزيان باش يعطي بيان منظر باهي. فوالا البصل البطاطا عمرتهم رصصتهم بيان كوم يلفو، ما خليتهمش حتى لبرا معناها يخرج من الفوق جوست كوم سا يزي تاها. تويكا باش نشد الطماطم نتاعي تاع قبيله فوالا فيها البصل والثوم ولي زيبيس. المعدنوس ما نحطلهاش حطيت في الفاكس باش تحطوا من الاول هكا شويه في البلاتو نتاعكم فوالا. خمسه قاعدين تشوفوا البنات نزيد نبني لكم. تبعوها الرسات والله تعاونكم وتساعدكم سورتو في رمضان يا البنات، وما تشدش برشا وقت باش تجيو هوني تحطوا هكا في البلاتو نتاعكم. بسم الله كمسا فوالا. حطوا البصل طيب نحاول تشوفوا بلاصه باش نحط هذا هنا هذا هوني
عملت بلاتو صغيرة، أما مش مشكل أبقاو حل. فوالا توقفوها البطاطا هكا، وهذه ما تتلاش بلاصة باش نحاول ندخلها هوني. كيما قاعدين تشوفوا ميزامي كمسا، ومن بعد تعاودوا تهزوا الصاص نتاعكم. نورمالمون ما كنتش باش نحطها من الفوق، مي ميسالش نجمو تحطو، سينو تحطوها من الفوق بالكل. سويت يا البنات باش نزيد لها الماء سخون يغلي، اما من الاحسن اذا كان اول مره باش تعملوها قبل ما تحطوا الخضره نتاعكم، كي تحطوا الصوص اذا تحطوا الصوص نتاع الطماطم حطوا ديريكت الماء من بعد حطوا الخضره نتاعكم. فوميو تعملوا هكا ما تعملوش كيفي انا، اعملوا دابور الصوص نتاع الطماطم حطوا الماء قبل السخون من بعد حطوا فوقها الخضره. كان تنجموا تعملوا هكا اعملوا. تويكا تحطوا الماء سخون يغلي وتبعدوا عليها من الفوق باش اللحم نتاعكم كي تحط فوق الماء ما يخرج لكمش. فوالا فوالا هاني غطيتها كيما تشوفوا هكا بالماء كمسا، وباش نحطها في الفور على 200 دوغري، وإذا كان الفرن نتاعكم مش قوي تحطوها على 220 دوغري وتعسوا عليها اللي نطيب وتحمار. بالطبيعه ما نجمش نقول لكم قداش، كيما تنجم تشد لكم الوقت نتاع ساعه غير ربع، كيما تنجم تشد لكم اقل. والخضره اللي حطيتها انا اليوم تطيب في ساعه، معناها ما تشدش وقت. باش نقول لكم ملتقانا ان شاء الله بعد ما تطيب. شوفوا يا البنات انا تويكا هاني نحيت الشابو نتاع البافون خاطر معناها طاب برشا، حطيت النار قويه معناها الفور. تويكا حطيت شويه هريسه، واللي يحب يحطها من الاول في الحشو يحطها ما يسالش. وزدت حطيت من الفوق نعناع، حطيت النعناع اليابس معناها مرحي كيما تحبوا. انا نحطه في الاخر على خاطر علاش باش ما يعطيش بالمرار، وكان ما تحبوش تحطوه في الاخر حطوه من الاول معناها في الخليط نتاعكم نتاع اللحم. فوالا وبعد ما تكمل الطيب تو نرجع لكم يا البنات. شوفوا يا البنات ما شاء الله وتبارك الله جاني محمر يهبل محليه محليه، والبنه نتاعو بنه على بنه ما شاء الله والله العظيم. جربوه والله لا تندموا يا البنات. هاكا كيفاش باش نحط باش تقدموه في الطبق نتاعو. يلا بسم الله، كل واحدة شنو عندها طبق اللي تحب تحط عليها. فوالا شوفوا ها شفتوا هاكا باش نحط لونيون البصلة، نحطو كعبة البطاطا. نورمالمون حقني راني قصيتها على الطول اما مش مشكل نجمو نحطوها حتى هكا. فوالا اوب اوب هذه ندنيوها هكا، ونحطو لوبرجين. فوالا ومازالت القرع الكورجيت، فما الكورجيت المدورة وفما الكورجيت الطويلة،
اما يعمل كيف فوالا ها زينوها، تحطوا من هنا الصوص. نبلبزها شويه من بعد نزينوها، مش مشكل. نجمو تحطولو من بعد شويه معدنوس من الفوق باش يعطي هاك اللون الالوان نتاعو. تمسحوه هكا بالبابيي voilà. وكويكا نحطلو شويه معدنوس. يلا شوفوا معايا البنات باش نحطلو المعدنوس، وكما قلت لكم يا البنات ميزامي ما تنساوش سورتو الهريسه، تحطولو الهريسه، تحبوا تحطوها في الحشو نتاع اللحم، تحبوا تحطوها كما عملت انا وهو في الفور كي قريب يطيب. فوالا ندور لكم شويه الكاميرا اوب فوالا. وبنا على بنا راهو بنين بنين بنين، ذقتو رانيا انا ديما كي نطيب حاجه نذوقها. ها شوفوا ها شفتوا كيفاش فوالا فوالا كيفاش تقدموه. شوفوا محلاه محمر القدا، الصوص نتاعو باهيه خاطره ها وبريزونطابل. توا معليا كان نقول لكم ان شاء الله تاكلوا بالصحه والهناء، وان شاء الله على بروشين غوسيت. ما تنساونيش يا البنات لايكي بارطاجي اي ابونيفو سي فو بلي باردون، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.